بص يا فارس، انا رسالتي لجماهير النادي الاهلي ان مفيش وقت لا الافراح ولا الاحزان، زي ما شفنا الكابتن محمد الشناوي بعد مباراه الذهاب امام الترجي وهو بيقفل امام المصورين هنحتفل بعد الصعود للنهائي، برضو مفيش وقت اننا نحزن على مباراه امام فريق من وجهه نظري مفكك جدا. النادي الاهلي كان مستحوذ تماما على المباراه، كان يقدر يطلع المباراه دي باكتر من 3 أو 4 أهداف، ولكن حاله عدم توفيق صاحبة الفريق وطبعا حالة عدم توفيق صاحبة الكابتن محمد الشناوي في خطأ فانتهت المباراة بالتعادل. لو هنتكلم فني النادي الأهلي كان مسيطر تماما، فبالتالي أيضا مفيش وقت للحزن. عندنا مباراة بكرة إن شاء الله مع سموحة، عودة نغمة الانتصارات. عندنا 3 مباريات بإذن الله نحقق منهم 9 نقاط عشان نلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا. لكن من كلام فارس في بعض الناس فعلا بتتكلم بشكل فني، الناس دي لقبت نفسها قبل كده بلقب إن هم كبير الهجاصين. انا بعتذر عن اللفظ، ولكن هو لقب نفسه بالشكل ده. لما جيت تنتقد موسيماني في مباراه زي مباراه بيراميدز حتى كان النقد مش موضوعي، قلت ان الدكه مش مستعده كويس ونفسيتها مش قادر يتعامل مع بيتسو موسيماني بشكل كويس. قلت كمان ان بيتسو موسيماني ما قدرش يدير المباراه بشكل جيد. كل خبراء التحليل بجد ومحللين الاداء بجد قالوا ان بيتسو موسيماني ادار المباراه بشكل جيد. النقطه الاهم الدكه دي لما لعيبه نزلت منها سجلت اهداف. بالمناسبه مفيش لاعب اساسي واحتياطي في النادي الاهلي، كابتن حسين شحات نزل سجل، كمان كهربا نزل سجل، وصلاح محسن ما حلفوش التوفيق في المباراه دي، لكن لما كان بينزل بيسجل في كل المباريات سواء صن داونز ذهاب ومباراه نهضه بركان في السوبر وكمان مباراه الزمالك. وده ابسط شيء يوضح لكم ان اللي بيقيم غلط. هنقف تاني بقى عند البعض الاخر يا فارس، وهو محاوله الفكره اللي بيتقال ان الدوري طالما بعيد عن نادي الزمالك فهي مسرحيه هزليه، لكن لما نادي الزمالك بيتصدر الدوري يبقى شدوا حيلكم يا شباب، قدامنا 7 مباريات من نار نقدر نفوز فيهم ونحسم الدوري.